الولايات المتحدة الأمريكية كانت واخدة موقف في الحياد في بداية الحرب العالمية الثانية، وكافية خيرها شرها، ولكن الإمبراطورية اليابانية ما كانتش عايزة تجيبها البر، والموضوع بدأ لما الإمبراطورية اليابانية قررت إنها تأمن جبهتها من ناحية المحيط الهادي، علشان تاخد راحتها في السيطرة على موارد دول جنوب شرق آسيا، واللي كان فيهم مستعمرات تابعة لبريطانيا زي مجموعة ولايات في شبه جزيرة ملايا وجزيرة سنغافورة، ده غير الجزر اللي كانت مسيطرة عليها الإمبراطورية الهولندية في شرق آسيا ودي إندونيسيا حاليا، واليابان كانت عايزة الجزر دي علشان فيها موارد مهمة بالنسبة لها زي البترول والحديد اللي لازمين لاستمرار المصانع اليابانية في الانتاج. هتقولي طب مال الولايات المتحدة بخطط اليابان في جنوب شرق آسيا؟ أقول لك يا سيدي، الفكرة كلها إن اليابان كانت مقلقة حبتين من تدخل الولايات المتحدة في حالة احتلال اليابان للجزر دي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مسيطرة على المحيط الهادي عن طريق قاعدة عسكرية كانت بتعتبر المقر الرئيسي لأسطولها في المحيط الهادي، وتحديدا في جزر هاواي في ميناء بيرل هاربر، والقاعدة دي كانت بتبعد عن أمريكا حوالي 2000 ميل وعن اليابان بحوالي 4000 ميل، فاليابان قررت تسبق وتعمل هجمة وقائية وتدمر القاعدة الأمريكية البحرية في المحيط الهادي علشان تحايد أمريكا تماما وهي بتسيطر على جنوب شرق آسيا. وفي يوم 7 ديسمبر 1941 هجمت اليابان على القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر بست حاملات طائرات عليهم 360 طيارة، ده غير الغواصات، ونتج عن الهجوم المفاجئ ده تدمير الأربع بوارج حربية تابعين للبحرية الأمريكية وأربع بارجات تانيين، وغرقوا 3 طراريد و3 مدمرات وزارعة ألغام، ودمروا 169 طيارة، ومات في هجوم بيرل هاربر 2400 أمريكي واتصاب 1178، وكانت الخسائر اليابانية قليلة جدا، يعني اتدمر لهم 29 طيارة وخمس غواصات واتقتل واتصاب 129 جندي فقط، وده كان السبب في إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على اليابان ودخولها الحرب العالمية الثانية. اليابان تكتفي؟ أبدا. قوم بعدها بست شهور اليابان تعمل خطة لتدمير أربع حاملات طائرات أمريكية تانيين في ميناء بيرل هاربر وتعمل قاعدة عسكرية ليها هناك علشان تكون قادرة على حماية حدودها من ناحية المحيط الهادي. في الفيديو ده أنا هحكي لكم بالتفصيل عن واحدة من أهم وأكبر المعارك البحرية في التاريخ، معركة ميدوي، واللي قلبت الموازين بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية اليابانية. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الإشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تدعمنا بعمل لايك. أهلا وسهلا بيكم، وأنا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. تدمير أربع حاملات طائرات أمريكية الموجودة في ميناء بيرل هاربر والسيطرة على الجزيرة واستخدامها كقاعدة عسكرية بحرية تابعة لليابان. ويوم 4 يونيو 1942 قررت اليابان انها تتحرك في المحيط الهادي في اتجاه جزيرة ميدوي باسطول بحري متكون من 16 غواصة، والغواصات دي كان وظيفتها هي مطاردة حاملات الطائرات الامريكية في حالة محاولة الهروب بعد الخسارة قدام الاسطول الياباني. واثقين قوي من نفسهم الناس دي، وجنود مشاة علشان ينزلوا على الجزيرة ويسيطروا عليها، و11 سفينة حربية، واهم ما في الاسطول هما الاربع حاملات طائرات العملاقة دول، الحاملة كاجا وعليها 63 طيارة، والحاملة أكاجي واللي عليها 54 طيارة، والحاملة سوريو عليها 52 طيارة، والحاملة هيريو عليها 54 طيارة. واليابان كانت معتمدة بشكل أساسي على السرية وعنصر المفاجأة زي ما عملوا في هجوم بيرل هاربر المرة اللي فاتت، ولكن مش كل مرة تسلم الجرة يا يابان. وانصحك دلوقتي تحتسيلك رشفة شاي من كوبايتك الجميلة وتعال احكي لك ليه. المرة دي الفريق الأمريكي المسؤول عن فك الشفرات بقيادة جو روشفورد قدروا انه يفك شفرات لرسائل يابانية، وعن طريقها قدروا يحددوا مكان ووقت الهجوم وعدد القوات اليابانية كمان، وده ادى للقوات الأمريكية الأفضلية انها تستعد. يعني بدل ما القوات اليابانية كانت عاملة لهم كمين، القوات الأمريكية هي اللي عملت لهم الكمين ولبدت لهم في الدرة. القوات الأمريكية كان هدفها تدمير الأربع حاملات طائرات اليابانية العملاقة زي ما هدف اليابانيين هو تدمير الأربع حاملات طائرات الأمريكية العملاقة، يعني كان اللعب كله على حاملات الطائرات. وجو روشفورت هو والتيم اللي معاه كانت وظيفتهم الأساسية هي تتبع رسائل اليابانية وتحليلها ومحاولة فك شفرتها. وقبل الهجوم بحوالي أسبوع جو روشفورت بلغ القائد الأعلى للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي القائد تشستر نيمتس بأنهم قدروا يفكوا أجزاء من الرسائل اليابانية المشفرة، وعرفوا أنهم بيخططوا للهجوم على جزيرة ميدوي، وقال له أنهم هيهجموا بحوالي من 4-5 حاملات طائرات، وأنهم بيخططوا أنهم يستولوا على الجزيرة ويعملوها قاعدة عسكرية ليهم. ولكن القادة بتوع جو روشفورت في واشنطن شككوا في كلامه وقالوا له انت متأكد بنسبة كام من صحة فك شفرة الرسائل اليابانية ان الهجوم هيكون على جزيرة ميدوي ومش على اي مكان تاني في السواحل الامريكية؟ وروشفورت اضطر انه يثبت لهم صحة كلامه لانه كان متأكد من كلامه ان الهدف هو جزيرة ميدوي، وطلب من العاملين في الراديو على جزيرة ميدوي انهم يبعتوا اشارة لهواي ويقولوا لهم اننا عندنا مشكلة في الوحدة الخاصة بتحلية المية واحنا كده على وشك ان ما يبقاش عندنا مية شرب. وبعدها روشفورت فك شفرة رسالة يابانية موجهة لطوكيو واللي بتقول ان مية الشرب قربت تخلص في ميدوي،
وهنا كل القيادات الأمريكية أكدت من صحة كلامه وأن الهجوم على ميدوي فعلا، وبلغوا القائد نيمتس القائد المسؤول عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي. وبما أن القائد نيمتس كشف خطة القوات اليابانية، فده اداله الفرصة أنه يعمل كمين للقوات اليابانية ويعلم عليهم. وبدل ما اليابانيين هيفاجئوا الامريكان زي ما عملوا في هجوم بيرل هاربر، الامريكان هم اللي هيفاجئوا اليابانيين بفضل فريق فك الشفرات. ونيمتس حط خطه انه هيحرك 2 من الاربع حاملات طيارات لشمال ميدوي، الحامله يو اس اس هورنت والحامله يو اس اس انتربرايز، ودول هيكونوا في انتظار وصول القوات اليابانيه. وكانت الحامله يو اس اس يورك تاون كانت لسه راجعه للجزيره في الطريق من معركه كورال سي، وكانت محتاجه صيانه بسبب تعرضها لتدمير شديد. ولكن الوقت كان ضيق، فاول لما وصلت ميدوي دخلوها صيانه سريعه علشان تستعد للقتال، لدرجه انهم صلحوا اجزاء من جسم الحامله عن طريق الاسلاك واللزق، لصموها يعني. وانضمت يورك تاون للحاملتين التانيين اللي اتجهوا لشمال الجزيره. وكده نيمتس اصبح عنده 3 حاملات طيارات في مكان خفي عن الاسطول الياباني اللي فيه 4 حاملات، ونيمتس معاه قاعده طيارات كمان اللي هي الجزيره نفسها، وكده قوات تقريبا متكافئه. ولكن نيمتس يتفوق بمعرفته المسبقه عن هجوم القوات اليابانيه، والقوات اليابانيه كانت متوقعه ان الامريكان مش هيعرفوا انهم موجودين غير لما يوصلوا لجزيره ميدوي، وساعتها هيتحركوا من ميناء بيرل هاربر للشمال في اتجاه الجزيره، وهيكون معمول لهم كمين عن طريق ال 16 غواصه اليابانيه اللي هيكونوا مستنيينهم في المحيط. هدول اللي كانوا هيلبدولهم فعلا في الدور ويدمروهم قبل ما يوصلوا، وبعديها الاربع حاملات طيارات اليابانيه تتجه لهم والطيارات تكمل عليهم، ويجي في الاخر دور ال 11 سفينه حربيه يابانيه يفنشوهم. ولكن اللي ما كانوش اليابانيين يعرفوه ان حملات الطائرات الامريكيه بالفعل خرجت من بيرل هاربر ووقفه في شمال جزيره ميدوي في حته مجهوله بالنسبه لهم. تويتش ناجومو اللي كان القائد الاعلى للاربع حملات طائرات يابانيه، لما قرب لجزيره ميدوي كان منتظر ان حملات الطائرات الامريكيه تتحرك في اتجاههم، وبعت طائرات استطلاع علشان تدور عليهم وتاكدوا انهم اتحركوا. ولكن الطائرات ما لقتش اي حملات جايه في الطريق، فعمل اول هجمه جويه على جزيره ميدوي واللي كانت مكونه من 108 طياره يابانيه. واتفاجئوا اول لما وصلوا الجزيره ان مفيش ولا حامله طيارات امريكيه هناك، ده غير عدد قليل جدا من الطيارات الامريكيه، وده لان معظم الطيارات الامريكيه كانت اتحركت هي كمان في اتجاه حملات الطيارات اليابانيه. وخلينا نفتكر ان خطه اليابان انهم يهجموا على جزيره ميدوي علشان يجبروا حملات الطيارات الامريكيه انها تتحرك من ميناء بيرل هاربر علشان تدافع عن جزيره ميدوي، فيدمروهم وهم في الطريق. يعني جزيره ميدوي ما كانتش الهدف الاساسي بالنسبه لهم، ولكنها كانت مجرد طعم، والهدف الاساسي هو حملات الطيارات الامريكيه. علشان كده نجوموا بعض طيارات استطلاع تمشط المحيط علشان يحدد مكان حملات الطيارات الامريكيه. تحس انهم بيلعبوا استغمايه، انا عايزك تحت سيلك كمان رشفه شاي وتركز معايا في التفاصيل اللي جايه دي علشان لسه الاحداث هتحلو قوي. في الوقت ده نجومو كان بعت نص الطيارات لجزيره ميدوي والنص الثاني لسه على الحملات اليابانيه. ولما الطيارات وصلت الجزيره وقصفتها وطلبت انهم يبعتوا باقي الطيارات علشان تساعدهم في الهجوم، نجومو بقى في موقف محير، هل يبعت لهم النص الثاني من الطيارات علشان يضرب الجزيره ثاني، وبعدها النص الاول هيرجع للحملات اليابانيه علشان يحط وقود ويتسلح، ولا يستنى ما يبعتش النص الثاني دلوقتي الا لما النص الاول من الطيارات يرجع للحملات ويحط وقود ويتسلح ويبعتهم ثاني يضربوا الجزيره مع بعض؟ وفي وسط الحيره دي جاله تقرير من واحده من طيارات الاستطلاع انهم حددوا مكان وحدات من الاسطول الامريكي في الشمال، ونجومه سالوا ايه نوع الوحدات، واستنى 10 دقائق لغايه لما طيار الاستطلاع يتاكد ورد عليه وقال له مدمرات وطرادات. فقال لنفسه مش وحش، بس فين حملات الطيارات؟ وبعدين سال نفسه سؤال، يا ترى ليه المدمرات والطرادات واقفه في مكان غير مألوف في المحيط بعيد عن القاعده، والمفروض ان دورهم انهم يحموا حملات الطيارات، واللي ما كانش يعرفوا انهم كانوا بالفعل بيحموهم، والمدمرات والطرادات اللي طيارات الاستطلاع اليابانيه شافتهم كانوا خاصين بحمايه الحامله يورك تاون. واول لما جاله تقرير تاني بياكد له ان في حامله طيارات في الموقع ده قدروا يشوفوها، هنا بقى القرار اصعب على نجومه، لان نص طياراته حاليا راجعين في الطريق من ميدوي، والنص التاني من الطيارات واقف على الحاملات ومسلح بالفراجمنتيشن بامبس، وده نوع من القنابل مخصص لضرب الجزيره مش لضرب الحاملات، وجاهزين انهم يعملوا الهجمه الثانيه على الجزيره. ولكن في حاله انه هيغير اتجاه الهجمه الثانيه في اتجاه الحاملات بدل الجزيره، لازم الطيارات تغير الاسلحه بتاعتها من فراجمنتيشن بامبس الى ارمور بيرسينج ويبونز، ودي الاسلحه المخصصه للهجوم على حاملات الطيارات. ونجومه كان محتار، هل يغير تسليح نص الطيارات اللي على الحاملات واتجه للشمال لقصف الحاملات الامريكيه، ولا يستنى لغايه لما نص الطيارات يرجع من الجزيره على الحاملات؟ المشكلة الثالثة هي ان الطيارات القتالية اللي كانت طايرة في دوريات بتحمي حاملات الطيارات اليابانية كانت محتاجة تنزل على الحاملات علشان تتزود بالوقود، ونجومه قال ما هنقصكم انتوا كمان، وطبعا قال كده بالياباني. ولان نجومه اتأخر عقبال ما خد القرار، كانت ال 90 طيارة امريكية اللي كانت طارت من جزيرة ميدوي استعدادا لمهاجمة الاسطول الياباني وصلت للحاملات اليابانية، وال 90 طيارة دول كانوا عبارة عن فينديكيتور دايف بامبر وافنجر توربيدو بامبر، وما كانتش الانواع دي فعالة قوي في الهجوم ده، وعدد قليل منهم اللي قدر يقرب بشكل كافي انه يطلق التوربيدات والقنابل على الحاملات.
الحاملات من على بعد مئات الياردات واللي ما كانتش بتصيب الحاملات. والمقاتلات اليابانيه دمرت معظم الطائرات الامريكيه في الجو، وعلى الرغم من ان الهجمه الجويه دي ما كانتش فعاله في تدمير اي حاجه في الاسطول الياباني، ولكنها اجبرت حاملات الطائرات على الحركه والمناوره في المحيط علشان تتجنب القصف الجوي الامريكي. وبالفعل قدروا يتفادوا القصف الجوي، ولكن ده عطلهم عن تجهيز الطائرات للهجوم على حاملات الطائرات الامريكيه، وتغيير الاسلحه من القنابل المخصصه لقصف الجزيره للقنابل المخصصه لضرب السفن. والتاخير ده لعب دور كبير جدا في مسار المعركه. وقبل ما نعرف ايه اللي حصل، خلينا اشرح لك تفصيله سريعه لانها مهمه جدا في اللي جاي. كل حامله طائرات امريكيه كان عليها 3 انواع من الطائرات: دايف بومبر، توربيدو بومبر، فايتر بلانز. الدايف والتوربيدو بامبرز وظيفتهم انهم يضربوا السفن والحاملات، والفايتر بلانز وظيفتها انها تحمي الطائرات دي من طائرات الاعداء. الدايف بومبر بتعتمد على اطلاق القنابل عن طريق انها تنخفض بسرعه عاليه جدا بزاويه حوالي 70 درجه من ارتفاع 20000 قدم، والطيار بيستخدم الطائره نفسها علشان يوجه بيها القنابل، وبيطلق القنبله وهو على ارتفاع عالي حوالي من 2000 ل 1500 قدم، وبعدين يعدل وضعه ويرتفع من تاني. ولكن التوربيدو بامبرز لازم تنخفض لارتفاع قليل جدا حوالي 100 قدم فوق سطح البحر، لانها لو رمت التوربيد من مسافه عاليه هينفجر على سطح الميه. علشان كده لازم النوع ده من الطيارات ينخفض ويقلل من سرعته ويرمي التوربيدات بعدها، واللي بتتجه بعد كده تحت الميه في اتجاه الهدف. والكلام ده معناه ان التوربيدو بامبرز هي الابطا، ولكنها وصلت الاول عند الاسطول الياباني. والسبب ان الطيارات الامريكيه انطلقت من 3 حاملات طيارات، والثلاث مجموعات دول كان كل مجموعه فيهم متقسمه لثلاث انواع من الطيارات اللي اتكلمنا عليهم. ولكن الطيارات اتجهت في اتجاه احداثيات مختلفه عن مكان الاسطول الياباني. ولكن اول مجموعه طيارات حاملات توربيدات بقياده الطيار جاك والدرون، واللي كانت بتتكون من 15 طياره، غيروا مسارهم بناء على توقعاته عن مكان الاسطول الياباني، واتضح انه كان صح، وده اللي خلاها توصل الاول بدون اي طيارات قتاليه تانيه معاها او اي طيارات تحميها، وده اضعف قدرتهم على القتال او انهم يعملوا اي ضربات مؤثره في الاسطول الياباني. وبعدها انضم لهم المجموعتين التانيين اللي برضو كانوا عباره عن طيارات توربيدات، وكل الطيارات دي اتدمرت. ولكن اللي حصل ده كان في مصلحه الاسطول الامريكي، لان المقاتلات الجويه اليابانيه انخفضت على ارتفاع منخفض من 1000 ل 50 قدم علشان تحارب حاملات التوربيد الامريكيه. ولما الطيارات الامريكيه من نوع دايف بامبرز اللي قلنا انها بتطير على ارتفاع 20000 قدم وصلت بعدها بربع ساعه، كانت السماء قدامهم فاضيه تماما، لان كل الطيارات المقاتله اليابانيه تحت بتحارب الطيارات حاملات التوربيدات. وده خلاهم ياخدوا راحتهم انهم يتمركزوا في الجو في الاماكن الصحيحه علشان يعملوا دايف او غطس في الجو في اتجاه حاملات الطيارات اليابانيه ويصيبوها بدقه. وفي الوقت ده كانت حامله الطيارات الرابعه الامريكيه انتربرايز، واللي كانت متمركزه غرب الاسطول الياباني، اطلقت هي كمان مجموعتها من طيارات دايف بامبرز. ولكنهم لما وصلوا للاحداثيات اللي كانت معاهم من الصبح ما لقوش الاسطول الياباني، لانه كان غير مكانه واتجه ناحيه الشمال، والقائد بتاعهم وايد ماكلاسكي ما كانش معاه الاحداثيات الجديده. ولكنه هو بيدور على السفن اليابانيه شاف اثر في المايه لمسار الاسطول الياباني، وقدر انه يوصل للمعركة بعد ما المقاتلات اليابانية دمرت الطائرات الامريكية حاملة التوربيدات. وعلى الرغم من ان ده ما كانش متخطط له، ولكنه كان في مصلحة القوات الامريكية برضه. ولما ماكلاسكي وصل وشاف 3 حاملات طائرات يابانية، 2 قريبين من بعض والثالثة بعيدة عنهم شوية والرابعة بعيدة خالص، استهدف اول 2 من ناحيته وادى تعليمات لمجموعتين من قواته انهم يهاجموا الحاملة اللي على الشمال، والمجموعة الثالثة تهاجم الحاملة اللي على اليمين. ولكن تعليماته ما وصلتش للطيارين، والنتيجة ان المجموعات كلها واللي عددهم 27 طيارة اتجهوا ناحية الحاملة كاجا، ودي كانت اكبر حاملة طيارات يابانية فيهم ووزنها 40000 طن. وبالفعل ال 27 طيارة غطسوا في الجو في اتجاهها وقدروا يدمروها، ومفيش ولا طيارة هجمت الحاملة اكاجي. وماكلاسكي لما عرف اللي حصل وجه 3 طيارات ناحية الحاملة اكاجي، ولكن ده طبعا عدد قليل جدا انه يقدر يدمر الحاملة. ولكن لحسن حظهم ان طيارة من الثلاثة قدرت انها ترمي قنبلة وزنها 1000 باوند في نص اكاجي، واللي دمرت سطح الحاملة ودمرت الجزء اللي فيه الوقود الخاص بالطيارات، واللي كان فيه كل اسلحة الطيارات من القنابل والتوربيدات. والانفجار ده تسبب في حدوث سلسلة من الانفجارات على الحاملة اكاجي، ونجح 3 طيارات فقط انهم يغرقوها. ولحد دلوقتي اكبر حاملتين طيارات يابانيين كاجا واكاجي اتدمروا وغرقوا. وفي الوقت ده الجنود اليابانيين على الحاملة الثالثة سوريو شافوا المنظر المهيب ده، والحاملتين بيتدمروا تماما قدامهم. وفي الوقت ده كانت وصلت مجموعة الطيارات اللي طارت من الحاملة الأمريكية يورك تاون ودمرت الحاملة سوريو هي كمان. وكل ده حصل في خلال 4 دقايق فقط يوم 4/6/1942 عن طريق الدايف بومبرز الأمريكية. ولكن اليابانيين ما استسلموش، وأطلقوا هجمة من آخر حاملة طيارات ليهم هيريو في اتجاه الحاملة الأمريكية يورك تاون من نوع طيارات دايف بومبرز، وأصابوها بالفعل وبدأت تطلع دخان. ولما الطيارين اليابانيين رجعوا لحاملة الطيارات علشان يتزودوا بالوقود والأسلحة، بلغوا إنهم دمروا حاملة طيارات أمريكية من الأربعة وغرقوها، ولكنهم
يعرفوش انها على الرغم من انها اتصابت ولكنها مغرقتش، وقدر فريق الصيانة على الحاملة انه يسيطر على الحريق والاضرار في خلال ساعة، وتحركت علشان تستقبل طياراتها من الجو. ولما اليابان عملت الهجمة التانية واللي كانت عبارة عن طيارات حاملات توربيدات، شافوا الحاملة يورك تاون وضربوها تاني وغرقت المرة دي، وبلغوا انهم غرقوا حاملة طيارات امريكية تانية. وقوات اليابانية افتكروا وقتها انهم غرقوا 2 حاملات طيارات، وده شجعهم انهم يستمروا في القتال. وفي خلال الوقت ده كانت الطيارات الامريكية رجعت للحاملات الثلاثة التانية وتزودوا بالوقود والاسلحة، وانطلقوا كلهم في اتجاه اخر حاملة طيارات يابانية هيريو، واصابوها اصابات مدمرة وغرقت. وفي الوقت ده كان قائد المهمة دي كلها ياماموتو واقف على بعد مئات الميلات ورا حاملات الطائرات اليابانية معاه السفن الحربية، لان كان دوره في الخطة ان لما القوات اليابانية تدمر الاسطول الامريكي يدخل هو بالسفن الحربية يكمل عليهم ويغرق اي حاجة امريكية عايمة على سطح المية. ولكن في الاول جاله تقرير ان في 2 حاملات طائرات يابانية غرقوا، وبعدين الثالثة وبعدين الرابعة، فعرف ان المعركة اتحسمت وانهم اتهزموا هزيمة ساحقة، فدور وشه ورجع تاني على اليابان. والمعركة دي قلبت موازين الحرب في المحيط الهادي، لان اليابان في الست شهور اللي قبلهم بعد هجوم بيرل هاربر كانت هي صاحبة القرار في جنوب شرق اسيا، يعني هيهاجموا مين وامتى، ومش خايفين من القوات الامريكية خالص. ولكن بعد معركة ميدوي اصبحت اليابان في موقف ضعف وبقت في موقف دفاعي، والولايات المتحدة بقت هي صاحبة القرار. وفضلت القوات اليابانية على مدار شهر بعدها تتراجع في المحيط الهادي لحد ما انسحبت وصولا لميناء طوكيو. وهنا امريكا ادت درس لليابان ان كل قرد يلزم شجرته. انا كده خلصت كلام على واحدة من اشهر واكبر المعارك البحرية في التاريخ، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد وعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ويا ريت تدعمنا بعمل لايك، ولو حابب تشوف المصادر انا سيبها لك كالعادة تحت الفيديو في الديسكريبشن. وشكرا.